رياضية صادقة، سعداء اليوم ونحن نحتفل بافتتاح ملاعب القرب بمدينة وزان. ولا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم الجمعيات الرياضية المستفيدة من ملاعب القرب، مدينة وزان وجمعية القدس للتنمية الرياضية وجمعية اتحاد شباب أولمبيك وزان لكرة القدم داخل القاعة، إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من برمج وساهم في إحداث هذه الملاعب، ونخص بالذكر السيد عامل إقليم وزان رئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والسيد بابتشا مدينة وزان رئيس اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والسيد رئيس المجلس الجماعي وجميع